مش كل معلومة متعلقة بفيروس كورونا صحيحة. صحيح إنه فيروس كورونا ما بينتقل من خلال مياه حوض السباحة؟ صحيح، الفيروس ما بينتقل بمياه حوض السباحة بحد ذاتها إذا كان الحوض بحالة جيدة وبيتم صيانته باستمرار والمياه منضاف لإلها مادة الكلور حسب الإرشادات. ولكن الفيروس بيضل ينتقل من شخص للتاني عن طريق السعال وإفرازات الأنف والفم، وكذلك عن طريق الاتصال أو عبر لمس أسطح غير معقمة. لهيك يجب تجنب المسابح المزدحمة والمحافظة على مسافة متر ونص بين الأشخاص، مع غسل اليدين عند الاحتكاك بأشخاص تظهر عليهم عوارض السعال والعطس أو عند لمس أسطح غير معقمة. بحال الطوارئ يلي عم نعيشها هلا، بتصير المعلومة والشائعة مسألة حياة أو موت. كرمال صحتكن وصحة غيركن، صححوا المعلومة.